اهلا وسهلا، اليوم سنتكلم عن علاقتنا كشباب مع اللغة العربية. فنحن مجموعة تتكون من 3 أشخاص وسننا هو 14 عاما، وانا اسمي ايمن البوعزاوي، وانا يوسف حسين، وانا يزيد سداوي. اهلا وسهلا، اسمي يوسف حسين. منذ صغري انا استخدم اللغة العربية اللي يتكلم مع اصدقائي، ولانه عائلتي تتكلم بهذه اللغه. اللغه العربيه تحتل المرتبه 5 في اللغات المتحدثه في العالم. اللغه العربيه تمثل تقليديات وثقافات العديد من البلدان العربيه، ومنهم بلدي المغرب. ولكن في بلدي نتكلم بالدارجه. اهلا وسهلا، اسمي يزيد. لممارسات الإسلام يجب علينا أن نتكلم باللغة العربية، لأنه القرآن الكريم مكتوب باللغة العربية. فاللغة العربية تساهم في حياة الشاب والشباب. مثلا بعد دراستنا يمكن أن اللغة العربية أن تساعدنا لبعض الفرص المهنية، مثل في المهن التي تحتاج هذه اللغة. وتساهم اللغة العربية أيضا في الحياة اليومية، مثلا في المواقف غير المتوقعة التي يجب فيها تكلم هذه اللغة وهي اللغة العربية. وهناك مثلا آخر هو أنه إذا سافرت يوما في بلد عربي فيمكنني أن أتكلم هذه اللغة للتحدث مع الأشخاص في هذا البلد.